اهلا بحضراتكم. الفقره الثانيه من البيت الكبير دايما بنفتح فيها ملفات ودايما بنشوف قضايا على الساحه الرياضيه، ودايما بيشرفنا ودايما بينورنا الاستاذ محمود صبري الناقد الرياضي. برحب بيك يا استاذ محمود في البيت الكبير. اهلا بيك يا كابتن. بيتك اهلا بيك منورنا. عندنا اخبار كثيره جدا طبعا، والاحداث ساخنه زي ما بنقول على الساحه الرياضيه بشكل كبير جدا. بس قبل ما نخش في يعني في الملفات ديت، عندنا كمان حاجه بنفخر بيها، ويمكن كنا بنتكلم انا وحضرتك والضيوف اللي بنيجي ان احنا كان عندنا شويه ان بنقول الكره المصريه بشكل عام والانديه واتحاد الكوره ما عندناش الفيجن، ما عندناش التخطيط للمستقبل. النادي الاهلي يمكن خلال الايام اللي فاتت اعلن ان هو بيخطط ل 2050، حتى بعض الناس بتقابلوني في الشارع 2050 ده هيكون في ناس ماتت، يعني ربنا يدي الصحه للكل. لكن هي دي الرؤيه المميزه وده الخطوه اللي دايما النادي الاهلي بيسبق بيها. راي حضرتك ايه في انشاء ثلاث شركات على المستوى الاحترافي؟ شركه الاهلي لكره القدم، وده مهم جدا هنتكلم فيها، وكمان شركه استاد الاهلي والمدينه الرياضيه الكبيره، وكمان شركه الخدمات السياحيه للنادي الاهلي في صدد القيام بها. طبعا كل ده تحت بند الاحترافيه. شايف الخطوات دي ازاي؟ خطوات مهمه. ممكن خطوه شركه الاهلي دي يمكن حلم متاخر من 10 15 سنه، والاهلي بفكر في الموضوع ده ودخل في كذا يعني دراسه زي ما بيقولوا اكتواريه للموضوع، وطرح ازاي هيبقى شكل الشركه والاسهم، ودار فيها خلاف على مدار 10 12 سنه بالتمام. فيجي النهارده القرار مهم والاسراع في تنفيذه اهم، لانه خلاص يعني الكيان الكبير ده والتاريخ الكبير لابد انه يتحط في المسار الصحيح والطريق الصح من بدايه الكلام. ما عادش ينفع بقى يعني الامور يعني تترك كده تمشي زي ما كده خلاص، لا، يبقى في شركه بيبقى في معروف حدودها ومعروف ادارتها كمان، وعندك بتبقى شامله كل ما يتعلق بكرة القدم، نواحي الاحتراف والاكاديميات والقطاعات والتسويق والاعلانات والبث التلفزيوني والاعلام. ده الكلام ده هتبقى نقله مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، يعني هتبقى يعني وضعت نفسك على الطريق الصح اللي هو المفروض يعني كان يبقى ايه من بدري شويه، رغم الظروف الصعبه يعني اللي مرت بيها البلد في الفتره اللي فاتت من بعد 2011 ربما تكون اخرت المسار شويه، لكن الامور في الاستقرار الحالي والوضع الحالي اللي بنعيشه اعتقد الامور مهيئه لانجاز رقم واحد واثنين وثلاثه بالنسبه لي هو شركه الاهلي لكره القدم، هي دي المهمه. الشركتين التانيين اللي هو شركه استاد الاهلي اللي هو المدينه الرياضيه، شيء مهم يبقى عندك كيان عشان ده طموح جمهور الاهلي من زمان، ده يعني جمهور الاهلي بيحلم يبقى عنده ملعبه واستاده، ودعوات كانت بتنشر كان الخطوه الاولانيه كان بدايه يعني كان استاد السلام، لكن طبعا امير النادي لا طبعا عايزين ارضنا وعايزين استادنا طبعا. خطوه الاستاد السلام خطوه مهمه جدا، وانك انت تحط لجنب لك ملعب، واعتقد رغم كل ما يقال وبتاع، لكن عارف انت ايه، انت الانسان الناجح دايما لو انت اصلا مالكش ناس تنتقدك وبتاع تبقى انت ما عملتش حاجه، يعني ايه لازم يبقى في ناس باصه لك وشايف ان هي مش عارفه تعمل اللي انت بتعمله مثلا، فنحاول ناثر عليك، نحبطك، نعمل لك مشاكل، نصدر لك اي حاجه. فاكن خطوه مهمه جدا خطوه استاد السلام والشغل اللي معمول فيه، واعتقد يمكن الصوره تبقى اوضح مع بدايه الموسم الجديد رغم ان الوقت ضيق عشان عوده بعد كورونا والكلام ده، فاعتقد كمان انه وجود اداره هتبقى منفصله في المساله دي تبع لمجلس الاداره، فاعتقد ان شاء الله برضه هتقدم ورقه عمل وهيبقى فيها تحديد الاولويات والشغل، هيبقى كل الكلام ده يدور في اطار احترافي. ايضا السياحه والاعضاء والفرقه الرياضيه والكلام ده كله ده يعني ايه خطوات يبدو للبعض انه يعني صعب تنفيذها، لكن كون يبقى في قرار فيها وتكليف اعضاء مجلس اداره وكلهم كمجموعات لبدء العمل فعلا اتقسمت كمان اتقسمت كل مجلس الاداره تقريبا كل واحد ليه دور في واحد في شكل معين وليه تصور ومجموعات، وكل دوت بيتعمل لجان وبيتعمل اجتماعات مع الاعضاء مع اعضاء اللجنه اللي كونت من خلال اعضاء مجلس الاداره. كل دوت شيء ايجابي وطموح. خلينا نتكلم دايما بنتكلم على الطموح، ولازم يكون البطل عنده دايما الطموح، وانت ما تقفش عند مكان واحد، لكن انا دايما بتكلم كمان خطوه مهمه موضوع الاف سي، انك يكون عندك شركه النادي الاهلي لكره القدم. ده اولا يعني لو كنا بنتكلم على الانديه المحترفه النادي الاهلي يمكن الملف ده مقفول بالنسبه له احنا موجود، لكن ان يكون عندك شركه اف سي اللي هو شركه الاهلي لكره القدم هي دي الشيء اللي يمكن بيمس شويه جماهير كره القدم اللي بتحب النادي. طبعا لان هتكون شركه مساهمه مصريه، واعتقد هيكون مطروحه في البورصه،
وده هيدي حق كمان لجماهير النادي الاهلي ان يكون بيشارك كمان بشيء من امواله. طبعاً وده طبعاً. ده شيء مهم جدا. مشروع يا كابتن. مشروع كبير وعملاق. مشروع كبير طبعا. يعني ما انت كل لما تبص على اوروبا يعني هتلاقي في ناس طبعاً. كتير عندها اسهم يقول لك انا عندي اسهم في كذا عندي طبعاً. اسهم في كذا طبعاً. عندي اسهم في نادي كذا بتبقى كيانات كبيره جدا. لكن طبعا الوضع بالنسبه للاهلي والكلام ده بقى بحسابات مختلفه مش زي ما يعني حد يعتقد انه ممكن حد يستولي على لا طبعا على فريق كوره وعلى قانون لا في قانون في امور هتبقى اعتقد. لكن الخطوه نفسها في حد ذاتها انه يبقى عندك تعتمد على مواردك ذاتيا وتنفق على نفسك وده شيء وناس كمان يبقى في مكسب وفي اعتقد الموضوع ده هيبقى فيه دراسه جامده جدا وفي شغل اكيد وخبرات كمان من بره والناس عندها استعداد وفي شغل هيبقى خطوه مهمه جدا انه الاهلي يروح في حته تانية كمان بيديك المساحه لقطاع لتطوير قطاعات الناشئين الاكاديميات الشغل البحث عن المواهب عن النجوم كل ده محتاج ضخ اموال ومحتاج ناس ومحتاج كفاءات ومحتاج البحث والترويج للكلام ده. فاعتقد الامور هتبقى افضل واسهل كمان لمجلس اداره النادي لما يعني لانه خلاص الجزء ده هيبقى متكلف بيه مجلس اداره للشركه وبتاع وقانونها وتنظيمها وشكلها. فاعتقد ان شاء الله يعني خطوه ناجحه. انت عارف ايه اللي عجبني جدا في الموضوع دوت وحاسس انه بيأثر شويه على الجماهير وجماهير النادي الاهلي بتسمعني ان النادي الاهلي بعض الجماهير اللي هيكون عنده اسهم هيحس انه بيبني جوه حاجه جوه النادي. وانت صدقني لو قلت هتنزل بكره اسهم للنادي الاهلي في السوق المصري هتلاقي ملايين الناس عايزه تحط اسهم وعايزه تشتري اسهم في النادي الاهلي عشان عايزه تبني النادي الاهلي يكون هي اللي بتبني النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي هي اللي هتبني ان شاء الله استاد النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي هي اللي هتعمل نجيله جديده للنادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي هي اللي هتعمل عيادات طبيه على اعلى مستوى. جماهير النادي الاهلي. لان هي دي جماهير النادي الاهلي هي اللي عامله الكيان. ومحدش بيعمل قيمه لاي حد غير كيان النادي الاهلي. ارتباط باسم النادي الاهلي هو اللي بيعمل الاشخاص وهم اللي بيديهم الشهره هو اللي بيديهم السمعه. انت هو لو صانع. هو صانع النجوم. كمان انت يعني في هو ناس صانع النجوم يعني. صانع النجوم وصانع الاشخاص. في اشخاص صدقني بتبقى يعني. عندها انها لا بتقرب لا. من النادي الاهلي عشان الناس تعرفها. بص في يعني مجموعه قرارات اعتقد يعني ايه طبعا يعني هتبقى محتاجه سنوات عشان يتم تنفيذها مش في يوم وليله. لكن يعني برضو تفكير كويس وخطوات مهمه جدا يعني هتخليك تروح في حته يعني على مستوى التسويق مستوى يعني هتروح طبعاً. في حته مستوى تاني شغل على يرضي الاهلي ويرضي جماهيره. فاعتقد انه لا في جهد مبذول ويعني اتمنى التوفيق للكلام ده ان هو الاسراع في انشاء شركه كره القدم هيبقى خطوه مهمه جدا وهيبقى لها مردود كبير جدا كمان وسط جماهير النادي. طبعا ان شاء الله كل التوفيق لمجلس اداره النادي الاهلي. انا شايف ان خطوات رائعه لمستقبل النادي الاهلي خلال السنين اللي جايه. نخش في يمكن الساعات القليله ولسه ما زلنا في حوار وقضيه خروج كارتيرون من نادي الزمالك بهذا الشكل. عايز اشوف حضرتك او راي حضرتك في الموضوع بدايه من الاتصال اللي تم بكارتيرون الساعه 2 بالليل او كارتيرون اتصل بالاداره وبيعتذر مرورا بالاجتماع اللي عمله رئيس نادي الزمالك نهايه بموقف اعلنه كارتيرون من خلال في الجول موقع في الجول والفيديو اللي بعته والتصريح اللي طلع بيه. بس انت لما تيجي تاخد الموضوع يعني انه مدرب ويسيب فريق في وسط الموسم دي بتبقى مشكله يعني بتخش في مساله يعني الامانه يعني وانه صحيح. ارتباط وبيحصل ارتباك للفريق اي فريق يعني ممكن يتعرض لاي موقف ده. لكن هو في موقف يعني مشابه ليه فمع ميتشو لما تعاقد معنا الزمالك كان متعاقد بمدرب فني اورلاندو بايرس واعتقد حصل فيه برضه دفع شرط جزائي وقتها وحصل فيه تراشق في كلام برضه مع اداره النادي ورفضها انه مش هتمشي لا هيمشي لا هيجي لا هيروح وفي الاخر جه وتعاقد ولم يكتب له النجاح. غالبا الحاجات اللي بتتم بالطريقه دي لا يكتب لها النجاح الا القليل يعني اللي يعني عنده توفيق. هو كان عنده توفيق كبير جدا مع نادي الزمالك في الفتره اللي جه والكره اديته ومعاه مجموعه من اللاعبين بامانه شديده على مستوى جيد وقدروا يعملوا ووصلوا وعملوا بطولتين في وقت قصير جدا. لكن مساله ان هو يمشي بالطريقه دي موضوع فيه كواليس يا كابتن هاني.
يعني مش كل حاجه هتظهر ده. يعني تلاحظ انت يعني إنه دايما عندك رؤيه ان في حاجه بعيده. في حاجه بعيده. الموضوع مش كده. يعني لو حاولت تقنع الجمهور ان الموضوع كده، لا الجمهور مش مقتنع. يعني مساله الهدوء مثلا في نادي الزمالك والكلام ده وتقبل الامر، وان الراجل يمشي ويمشي عادي جدا، ثم بعد ما يخرج يطلع يقول لك عمل فيديو وبعد كده عمل تصريح ان انا، طب ما يعني انت لو انت تمتلك الشجاعه كنت قلت انك انت يعني حصل لك مضايقات او بتاع، ومحدش شاف حاجه. لكن هم على ما يبدو الموضوع فيه كواليس ما احنا ما نعرفهاش، ومش هتظهر النهارده، مع مرور الايام هتبدا تدريجيا زي ما حصل النهارده. يعني اول ما سافر وصل هناك وبس التيشيرت، هو بس التيشيرت بس التيشيرت بتاع التعاون، هو يعني عادي، يعني رقم كبير جدا اللي واخده. لا شك طبعا اي مدرب يتمناه، لكن المدرب اللي يعني بيحافظ على اسمه بيبقى عنده خطوات. يعني ممكن كان يستجيب للدعوات والنداءات، وعشان خاطرنا ودينا شهر وما تديناش شهر، طب كمل معانا، طب امشي، طب استنى، طب نقعد، طب نتفاهم. الكلام ده ما يعني ايه ما يتمش على الهوا. يعني ما يعني المفروض ما يتمش الكلام ده. المفروض انت الكلام شايف كان المفروض حتى لا في مبالغه، لا في مبالغه في الاستعراض والكلام ده. لا خلاص، ما دام مدرب خلاص قرر الموقف بتاع كرتون بيخليك تباين المواقف في الاعلام حتى في التناول. يعني في صبحي من رمضان صبحي من حقه يمشي ويبحث عن احتراف، ومن حقه يروح ويجي ومثلا والكلام ده. في التبرير الجميل ده، وشاب وعنده عرض مغري والاهلي ما قدملوش الكلام ده. معاه كرتون خاين وغدار وطلع مش عارف مين وهيدفع الشرطة. يعني عاوز اقول لك ايه، حسب المصلحه وحسب مصلحتي بوجه بقول الكلام اللي انا عايزه. لا احد يتفق مع ما فعله كرتون. لكن على ده التحليل خلينا نتكلم فعلا في التحليل الواقعي. لا الموضوع مرتب، المتزن. لا المتزن الموضوع مرتب. يعني انت شايف ان الموضوع مرتب. خلينا نتكلم على موقف كارتيرون. انا في وجهه نظري موقف كارتيرون ان هو التوقيت كان خطا. طبعا على المستوى المهني اعتقد توقيت خطا. على مستوى الاوراق والعقود من حقه. لا دي يعني مش مختلفين احنا فيها دي. لكن هو على مستوى التوقيت في يعني فرقه انت وصلت معاه وكملت وعمل نجاحات لا شكل احد يختلف عليها، يعني القرار وتوقيته من حقك تاخد القرار، لكن توقيته خاطئ. هو دايما توقيت القرار هو اللي هو القرار في قوته بيبقى في توقيته، انك انت بتبقى كده يقول لك لا ده جه متاخر. صحيح. لكن هو من حقه يمشي، بس امتى؟ بعد ما تأدي اللي عليك. لكن هو على ما يبدو انه هذا الموضوع ما جاش في يوم وليله. اللي يقول ان الموضوع صحي من النوم قال له كذا، لا ده في ترتيب للموضوع من الراجل. أيوة. وممكن يبقى في معلومات من الداخل بتقول انه في مسؤول في الزمالك عارف الكلام ده، عارف وعنده فكره عن الكواليس، عن الكواليس عنده فكره، بس يعني عارف ايه، مش مصدق انه ممكن الراجل ده يعمل كده. يعني ايه عارف، انا اديتك الامان نهائيا، والغريبه انه ايه كل طلبات الراجل مجابه، ما فيش مشاكل والامور ماشيه، وتم تعديل عقده من اعتقد من 70,000 بقى مش عارف 85 او 90,000 دولار. فالامور كلها بتبقى بعدين بطولات، وبعدين خلاص الدوري، ورجعت الدوري ما حدش طالبك بيه، خلاص الظروف صعبه، خلاص انت بتبحث عن المركز الثاني عشان تحافظ على فرصك في افريقيا، وده في حد ذاته شيء كويس جدا موجود. لكن الموضوع ما جاش كده، يعني ما جوش بتوع التعاون في يوم وليله قالوا احنا عايزينك. لا ده في ناس اكيد جت قعدت معاه وتفاوضت واتكلمت، واتصالات ممكن تكون مراسلات شغاله عبر الوسيط بتاعه. أكيد. ده شيء عشان ايه ما حدش يقول لك لا ده فجأة اتفاجئنا. لا الموضوع لا الامور دي ما بتتمش فجأة. الاتفاقات مع المدربين يعني عارف الوقت. انت ايه يعني قول انت زي مثلا وقعت مثلا لما عصام الحضري مثلا ساب الاهلي وراح سويسرا. الموضوع بدأ من فين؟ بدأ من غانا، من امم افريقيا، او بدأ من غانا، من او انجولا. خاصة بدأ من انجولا. كمان المدربين بتبقى الامور بالنسبة لهم الاتفاقات بتبقى بتاخد وقت اطول. انا بكلمك انا بارك كلاعب ما جمش هنا في القاهرة. لا ده اتفقوا مع الراجل، سافر له هناك وقعد معاه هناك وجه هنا، حصل ايه؟ خد عصام القرار دون الرجوع وفجأة عمل. يعني عايز اقول لك ايه، كل حاجة كل شيء او كل خطوة يعني بياخدها لاعب او مدرب لازم يكون لها مقدمات. المقدمات دي بتبقى ممكن محدش يعرف عنها، ممكن تقع معلومه واي حد ياخد باله ممكن يلحق. لا بدليل انه اداره الزمالك عرضت عليه مضاعفه العقد، عرضت عليه كل بتاع، لكن هو عنده العقد طبعا كان كبير جدا. والقرار هو كان واضح ان هو خلاص واخد القرار. لا خلاص خد قراره هو، وممكن يبقى في مش مرتاح في حاجه، في حاجات انت عارف انه اللي بيتكلم بيكون الرد يعني جاهز، ومع قوه الضغط اي حد يعني الناس بتخاف.
بيخاف على نفسه هنا يعني. هو عنده اكيد تجارب وعنده ناس قالت له خلي بالك حصل مع فلان وحصل مع ناسي وحصل مع مش عارف مع دي بقى دي النقطه الثانيه اللي عايز اكلم حضرتك فيها، ان تبعيات هذه المواقف وتبعيات الخروج وتبعيات زي ما بنقول شكل الخروج المدرب المصري المدرب الاجنبي اسف من خلال نادي الزمالك. انا مع احترامي طبعا لاداره نادي الزمالك، لكن بيبقى في نوع من انواع الديفو شويه مع التعامل مع ملف المدرب الاجنبي من خلال مواقف حصلت قبل كده كتيره جدا. وخلي بالك كمان كان حتى بعض الجماهير الزمالكاويه بتعترض على طريقه اداء خروج المدربين الاجانب. يعني ليا اصدقاء بيقولوا لي يعني حتى على مستوى خروج المدربين الاجانب من نادي الزمالك كان فيها ديفو شويه من تعامل الاداره فيها. دي طبعا بتضر اكيد، يعني دي اثرها ايه على كمان سمعه الكره المصريه، لان احنا بنتكلم مع حضرتك او مع ضيوفنا الكراسي الموسيقيه للمدربين المصريين واللفه دي كميه تغييرات كبيره. تغييرات كبيره سيبك من سمعه الكره المصريه. كرة مصرية وسمعتها ما احنا ده يهمنا يعني ده يهمنا سمعه يا راجل. انت جاي تحكي على سمعه الكره المصريه بعد اللي بيحصل في الفترات اللي فاتت؟ احنا يعني الناس دلوقتي سايبه مثلا موضوع كارتيرون. اسالك سؤال، ايه دخل الاهلي في موضوع كارتيرون؟ ايه دخل الاهلي؟ ملوش دعوه. ما انا بكلمك اهو، الناس سابت دلوقتي في جزء في الجانب سايب مثلا موضوع كورة، بتكلم معانا اسبوع اسبوعين وفايلر هيمشي، واصله كان هرب ورجع، عارف انت ايه؟ ده مش اعلام، دي مش طريقه تناول ولا ضمير، ما صحش كده. ما وصلناش للمرحله دي. يعني عاوز اقول ايه؟ انت الطرف الاخر ليس طرف في الموضوع ده. راجل من حقه يمشي مثلا، يمشي بس امتى؟ لما هو ينتهي عقده. هو خد قراره، توقيت القرار خطا. ايوه دخل النادي الاهلي ايه دخل الاهلي في الموضوع؟ يعني عاوز اقول لك ايه دخل الاهلي والادعاء والكذب والتضليل؟ كلام غريب جدا. ما تخليك في نفسك، يعني خليك في اللي عندك، عالج مشكلتك. يعني ايه الاهلي ما راحش قال لي كارتيرون؟ ما انا كان كارتيرون مدير فني للاهلي، والاهلي انا هتعاقده وارتباطه معاه بشيء من الاحترام. اعتقد انه كان دفع كمان دفع ما تعرفش دفع في شرط في النادي الامريكي بيدربه عشان يجي يدرب ايه، لان انا ما كانش مصدق انه الاهلي هيجيبه. يعني ما حدش كان متوقع كمان. هو لم يوفق لانه الظروف كانت مختلفه، ولسه الاهلي كان في طور بدا التدعيم الصفوف والفريق. الراجل عمل نتائج وصل الاهلي نهائي افريقيا من تزايل القب، يعني المجموعه بتاعته عمل نتائج في ظروف وتحمل. لكن ايه عاوز اقول لك ايه؟ يمكن النتائج ما خدمتهوش في المسابقه المحليه والخروج من البطوله العربيه، كل ده من حاجات أيوة اثرت. ايوه استاذ، انا معاك في كل ده. احنا مش عايزين نربط خروج وخاصه المدرب الاجنبي، خلينا احنا هنا مع بعض ممكن نتعامل. ايه خروج المدرب الاجنبي لا يرتبط بشكل كبير بنتائجه الاخيره. يعني بمعنى انك انت مش بتحقق بطولات كبيره جدا فانت هتخرج فهعمل لك حفله كبيره. لا، الاحتفال ده لازم يكون وانك تقدر مجهوده، حتى لو ربنا مش موفقه، وحتى لو النتائج او حتى عمل معاه او حتى خسر بطوله. ده شيء اولا بيزودك انت طبعا. ده شيء بيكبرك انت. يعني انت لو جايب مدرب اجنبي ربنا موفقه وعامل بطولات وجي عقده خلص مش عايز يجدد، بتعمل له حفله تمام. لكن انا في رايي الحفله دي تتعمل لما حتى مدرب اجنبي يكون موجود عندك، ربنا مش موفقه في نتائج، خسر بطوله، انت بتقول له لا شكرا مع السلامه. شكرا مع السلامه ديت بحفله صغيره بترحيب، تقول له ربنا يوفقك في الخطوه اللي جايه. انا شايف هو ده السكه الصح للتعامل مع المدربين الاجانب. انت عامل زي يعني عاوز تقول حاجه مهمه جدا على فكره. طبعا متفق معاك في جزئيه ايه، زي يعني واحد دخل بلد وقال لهم اديله كوبايه ميه فما ادوهوش كوبايه الميه، فقال لك البلد سيئه بالمجمل. فهو بياخد الانطباع اللي اخده وهو ماشي. يعني ممكن يكون عاش والعلاقه كويسه وهو ماشي حصل ظروف، او احنا مش متفقين انه هو خد قراره في التوقيت ده. لكن يتوجب عليك انك تحافظ على اسم المكان اللي هو عمل فيه واشتغل فيه، انه هو خارج يتعامل بنوع من ايه؟ من الاحترام. يبقى فيه ترحاب، ده اكل معاك عيش وملح، وعمل معاك سواء عمل معاك بطولات او ما عملش معاك بطولات، لكن يتوجب عليك يعني ايه؟ يعني الاحترام، العلاقات، الصوره. هو انا اشتغلت في المكان الفلاني ولما مشيت يعني ساب عندي اثر. خلي بالك الناس وقفت تساندني تاني بعديها باربع خمس سنين، يجي مجلس اداره تاني او انت تكون، فتبدا ممكن جدا تفكر فيه تاني، او هو يطلع يعمل نجاحات فتبدا تفكر فيه تاني. ما انا بقول لك لا، وارد يعني. المساله دي فيها تباين، مش اي حد يعمل الخطوه اللي انت بتتكلم عليها دي، ان انا يعني ايه اترك اثر عند ايه؟ عند الراجل جه اشتغل معايا ومشي،
او ان انا احافظ عليه، مش اي حد يدور على الحفاظ على سمعه المكان بتاعه. على فكره يعني ما وادي دجله عمل كده، يعني وادي دجله نفتكر التجربه اليونانيه الاولى انه مدير فني بيعمل كره حلوه النتائج وحشه صبر عليه، النتائج وحشه صبر عليه، اقاله يعني خلاص استقاله. لكن بعد ما قدم له الاستقاله بعمل له حفله واللعيبه حواليه بيكرموه، شكرا على الفتره اللي انت قضيتها، شكرا مع السلامه. دي اعتقد ده شيء ايجابي. في حاجه غريبه جدا، ده حاجه بروفيشنال، في حاجه غريبه جدا حصل انه الراجل حتى رفض يروح يسلم على اللعيب. كارتيرون رفض يروح يسلم على اللعيب، يعني يروح يسلم على اللعيب رفض. يعني على يعني في حاجه مريبه في النص، كان يتوجب انه يبقى فيه، لا يعني على الاقل مع الفتره اللي انت عشتها واللي اتعمل والعلاقه دي كان ممكن يبقى في انه يبقى في وداع حتى من اللعيبه ومن اللعيبه. يعني يعني في جزء هنا انت مش هتقدر، انت مش فاهم، مش فاهم الطبيعي ان انا كمدير فني مدير فني ان انا اروح للاعيبتي لان ده يعني قاعد يعني معاهم اداؤه مثلا ماشي وبتاع ما مش عارف ايه. لكن زي ايه افكر لك بواقعه مانويل جوزيه في 2009 لما ساب الاهلي وراح درب منتخب انجولا قبل امم افريقيا. هو بلغ الناس قال لهم انا ماشي، وهم تم تعاقدوا معاه وبتاع والكلام ده، وقال لا راح الاهلي يلعب مباراه نهائي الدوري مع النادي الاسماعيلي في استاد الماكس في اسكندريه، وقال بلغ الاداره ان انا ماشي خلاص، انا ماشي يا جماعه وعقدي انتهى ومش هجدد. هو رفض يجدد وقتها لانه كان المعروض عليه 150 الف يورو وبتاع ورقم كبير جدا مقارنه مثلا بالنادي الاهلي. خلاص الاهلي تقبل الموضوع رغم ان الاهلي حصل غضب يعني من الاداره انه احنا كنا مرتبطين وبتاع، وقعدوا اجتماع مع بعض واتكلموا واتناقشوا وانتهى الموضوع ولفت الايام ومانويل جوزيه رجع تاني. يعني لو كان اصلا مش من الاهلي بالصوره اللي هو مثلا مش مطلوبه كانش هيفضل ان هو يعني ايه يرجع تاني للنادي الاهلي، ما دام ترك اثر يعني حتى يعني بتبقى له حفله تبقى في سمعه والاحترام. ممكن لما تجيلك فرصه ثانيه ممكن تقول ترجع تفكر فيه تقول ممكن هو يحل لي المشكله. ودايما لازم تسيب على الاقل باب مفتوح، الباب المفتوح ده ممكن في وقت من الاوقات يعني من هو يعني يعني انا ضد انك انت يعني تمسح كل شيء عمله وتهيل عليه التراب وتتهمه بالخيانه. موضوع خيانه الموضوع ده موضوع كبير. ممكن هو احنا قلنا التوقيت القرار خاطئ بالنسبه له، لكن هو ده راجل عملي مش عاوز اقول المساله عملي. لا في ما في عندنا مدربين هنا دربت مباراه والتانيه وخدت بعضيها ومشي وكانش عندها عقد صح. يعني مش عاوزين نفصل الموضوع، لكن هم الاجانب على طول هو عنده فرصه وعنده استقرار ورايح في حته تانيه وياخد مقابل كبير جدا. طبعا الزمالك واسمه وشعبيته محدش يختلف عليها، لكن لا الموضوع مترتب والموضوع في 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 حاجه مفقوده مش هتظهر النهارده. انت لسه مصمم؟ انا مصر عليها. لا هتبان هتبان مش النهارده ومش بكره. والزمالك خلاص عنده خطوه يعني عنده استطاع ان هو يجيب مدرب بديل في خلال بيقول لك الاعلان هيكون في 48 ساعه وده امر طبيعي جدا. يعني مش انديه كتير جدا مرت بال طبعا يعني الظروف يعني صعبه على اداره نادي الزمالك. الامور الفنيه وخاصة كان يعني من الواضح ان كان في هارموني ما بينه وبين اللعيبه بشكل كويس. العلاقه بينه علاقه بينه هو على فكره عنده ميزه في التعامل مع اللعيبه، في التعامل مع اللعيبه يعني ايه يعرف حتى لاحظ اهتمامه باللعيبه الصغار وبتاع مديهم ثقه. ده برضه يعني ده مدرب يعني عنده يعني ايه بيعرف يعمل قماشه فده شيء كويس من الناس كويس. ان هو القرار يعني يعني عاوز اقول لك ايه على ما يبدو انه ليه فتره ومرتب مش في يوم وليله وصحي وقال الو انا ماشي لا ده هو منهي كل شيء بدليل انه كذا 1 2 3 4 انا مصر همشي اقعد طب لا مش هقعد طب مش عارف ايه خد اللي انت عايزه طب لا مش عارف. فخلاص هو على ما يبدو ايه قناعات بالطرف الثاني كانت موجوده ودوافعه كانت اكبر فهو فضل. لكن هو تتحسب عليه يعني هي التصرف نفسه يتحسب طبعًا عليه ما كانش المفروض يكون ايه خلاص انت بعد ما دخلت وعملت وانت راجل بقى عندك سمعه كبيره يعني تاريخ مع مازيمبي وبعد كده دجله وبعد كده النادي الاهلي ما وفقتش معاه وبعد كده نادي الزمالك وربنا اكرمك وعملت نتائج كويسه جدا وخدت بطولتين. كان يتوجب عليك كده هو كان عنده طموحات دايما يفوز ببطوله افريقيا ودوري ابطال افريقيا. لكن على ما يبدو ايه الامور لا فيها فيها من الاسرار والخفايا اللي كده كده ايام يعني ايام ما بتخفيش خلاص لا بتخفيش. ما هو بدليل النهارده فيديو اللي هو عامله النهارده يعني زي التصريحات اللي عامله النهارده وان انا تعرضت لمضايقات وان انا يعني هيبدا بقى ايه الكلام ردا على الفعل. ما خلاص هو اكيد هو هيتابع رد الفعل واللي بيتقال ف
فاكيد هيبقى له يعني تصرف، لكن هم اكيد هناك في نادي التعاون يعني يقولوا لا احنا جايين هنا نركز في الدوحه دوري ابطال اسيا وبعدين بطوله اسيا وعندهم اعتقد مباراه بكره كمان. اعتقد ان هم برضو لا بطل ايران تقريبا عنده مباراه مهمه بكره. طيب خلينا نخش شويه في الفنيات ونتكلم ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا مع المقاصه يوم السبت، ان شاء الله يتوج بيها ويتوج ببطوله الدوري 42. خلينا نتكلم على التنافس على المركز الثاني للتشامبيونز ليج الافريقي السنه اللي جايه، نادي الزمالك وبيراميدز والمقاولين. تعتقد ان ممكن جدا ان يكون المقاولين او بيراميدز يخطف المركز الثاني من نادي الزمالك، او خاصه يعني في الظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك دلوقتي، ولا فرق النقاط يسمح لنادي الزمالك انه يحتفظ بالمركز الثاني؟ لا الزمالك هيحتفظ بالمركز الثاني. هيحتفظ بالمركز طبعا التاني. هيحتفظ بالمركز الثاني، يعني هو هيبقى عنده دوافع اكتر رغم مساله انه مدرب يمشي هتبقى تعمل نوع من الهزه، لكن برضو الزمالك 55 نقطه، بيراميدز 48 نقطه، المقاولين 48 نقطه، يعني 55 يعني تقريبا فرق 7 نقاط، ولكن نادي الزمالك هيتخصم منه 3 نقاط، فتقدر تقول عمليا الفرق هو 4 نقاط ما بين الزمالك وبيراميدز، ونفس القصه ما بين الزمالك والمقاولين. المباريات اللي جايه هتحدد بشكل كبير جدا المباراه. كل بص الفرق الثلاثه هيمشوا مباراه مباراه. صحيح. خلاص؟ يعني بس في مثلا عندك الاهلي وبيراميدز. مباراه قويه جدا. الاهلي والمقاولين. صحيح. ده اعتقد اخر مباراه في المسابقه. في ترتيب المباريات الجدول اعتقد ان اخر مباراه تبقى الاهلي والمقاولين. الزمالك له الافضليه. مجموعه اللعيبه، الاصرار، حتى لو فرق النقاط 4 بس عنده 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 فارق فيحافظ. عنده مواجهات صعبه مع يعني مواجهات مع الفرق اللي بتصارع على النجاه من الهبوط تبقى مشكله. دي يعني بتبقى ساعات اصعب من المباراه بتبقى صعبه لما تلعب مع فريق كبير، لان المباراه تبقى مفتوحه، ومع فرق الوسط بيبقى الوضع مختلف. لكن التانيين بيبقى عنده متمسك بنقطه، فهيبقى القتال شرس جدا في الملعب. فهتتطلب جهد كبير، وخلاص انت كمان متوتر وخايف من الاصابات، وخايف يعني ايه من الحصول كمان على انذارات في المباريات المقبله، فبتضطر ايه بتعمل تبديل توفيق في مثلا تريح فلان وتدي للاعيب صاعد عاوز تشوفه. ده كان فكر كويس جدا انك انت بتطلع وخلاص انت حددت هدفك انك انت خلاص الدوري خلاص اتحسب فوق. مظبوط. فاضل كده انا عندي هدف بالنسبه لي ان انا ادخل دوري ابطال افريقيا، فعاوز احافظ على الرصيد اللي عندي اللي هو 4 نقاط، فهلعب مباراه بمباراه، لانه اي نتيجه مثلا التعادل او الهزيمه بيأثر، بس نتيجه هل الفئتين التانيين بتبقى الطريق بالنسبه لهم سهل؟ بتبقى برضه ايه حسب ايه المواجهات، يعني مثلا شوف بيراميدز خسر من الزمالك، وبعد كده خسر من الجونه، وبعد كده يعني خسر اهو 6 نقاط، وبعد كده مش عارف اتعادل ولا طب ايه. هغير لك السؤال شويه، بيراميدز المقاولين، هل المقاولين ممكن ياخد مركز ثالث ويلعب كونفدراليه ويبقى بيراميدز هو بيلعب البطوله العربيه؟ وارد ان يكون المعادله كده. الصراع هيبقى على الاثنين دول. خلاص ايوه المربع الذهبي اتحسم كده، يعني المربع الذهبي اتحسم خلاص بالاربع بالثلاثه والاهلي يعني الطرف. اهلي زمالك اهلي زمالك بيراميدز المقاولين بيراميدز. اتمنى انه المقاولين هو اللي يبقى في المركز الثالث، يعني المقاولين يستحق انه يروح الكونفدراليه، رغم ان البطوله العربيه يعني برضو مش ببص على جزئيه الجزء المادي بتاع، لكن المقاولين تاريخ في افريقيا، تاريخ كبير، ومع الاداء اللي بيأديه طول السنه بصراحه يستحق يعني. لا يستحق، وبعدين في جهد عماد النحاس عمل فرقه كويس جدا، والاداره دعماه، ومجموعه من اللاعبين المميزين، في شغل في الملعب، لا في جهد مبذول ويستحق على ان هو يروح الكونفدراليه. ويعني لو حتى راح البطوله العربيه ما نعرفش حتى البطوله العربيه يعني ايه هتستمر ولا مش هتستمر، برضو دي ايه دي يعني برضو ايه مشكله، رغم انها اتلعبت في نسخه قويه جدا ثم نسخه اقل ثم النسخه اللي جايه. فاعتقد المساله لا هيبقى يعني هيبقى دوري مصغر، يعني ثلاثي على دوري الوصافه، يعني هيبقى فيه قوه يعني ايه على ثلاث يعني تاني ثالث رابع. لا في مباريات مهمه جدا. طيب مباراه النادي الاهلي طبعا قدام المقاصه يوم السبت، مباراه صعبه، النادي المقاصه فرق وخاصه في الاسابيع الاخيره مع ايهاب جلال بيأدوا بشكل كويس، بيعملوا نتائج كويسه.
كمان على المستوى الاداء الهجومي، حتى المباريات بيأدوها على المستوى التهديفي، بيكسبوا 4 وبيكسبوا 2 يعني الخط الامامي بتاعهم مميز جدا. شايف مباراه مقصه ازاي قدام النادي الاهلي يوم السبت؟ مباراه صعبه يعني، انا متفق معاك مش مختلف معاك يعني. بامانه شديده كان يعني مباراه الاتحاد كانت فرصه للتتويج للتتويج، لكن يعني مدير فني عنده بيجرب وبيشوف وخلاص، هو شايف هو المسؤول عن المساله، لكن الامور كانت تحتاج بنوع من الحزم حسم، كان بامكان الاهلي حسم المباراه بغض النظر عن القرارات التحكيميه الغريبه اللي تستحق انها تدخل يعني موسوعه الارقام من الحكم اللي هو قال لك اتحاد الكوره انه الحكم رقم واحد، مع كامل احترامي يعني ما اعرفش رقم واحد على اي اساس تم اختياره رقم واحد. قرار الفار يعني واضح، استدعاء مرتين، ضربة جزاء غير مفهومة على الإطلاق، وطرد برضو غير مفهوم، رغم أنه يعني المهاجم يعني في منطقة الجزاء أصلا هو اللي ارتكب فعل خاطئ في وضع كل الناس شافتها، لكن يعني حكم المباراة شاف حاجة تانية. ضربة جزاء برضو واضحة للنادي الأهلي، لكن لما تكتشف مثلا أنه اللي كان قاعد على الفار حكم كرة شاطئية، حكم كرة شاطئية قاعد على الفار هو اللي ادى القرار، يعني والحكم كان غريب جدا في الكوره في ضربه الجزاء الثانيه. يعني ايه وايه الهدف ويعني ايه الجراءه دي؟ يعني إيه لا وانت بتاخد القرار ده ايه الجراءه دي؟ الموضوع كنت اتكلمت فيه مع كابتن ناصر عباس يمكن في حلقتنا امبارح، ويمكن هو قال نفسه ان عمليه تدريب الحكام على المستوى الاوروبي على التكنيكال بتاع الفار خد من 6 شهور ل9 شهور. للاسف حكامنا هنا 37 يوم يعني. فالموضوع كمان خلينا نتكلم ان طبعا في اخطاء، ساعات بتبقى اخطاء انا شايف انها اخطاء ساذجه جدا، وقرارات يعني قرارات باينه للناس كلها انها والله عن جهل يا كابتن. فعدم تدريبهم كمان لا دي كانت في مشكله. في يعني بص، في عدم قدره على قراءه تحليل الصوره، ما بتبقاش فاهم، ما بيعرف، لا هو مش عارف يحلل الصوره، وانا ما يعني مش عارف انا احلل القرار، إيه؟ مش عارف، عارف عاوز يطلع يتقال ان هو خد قرار ضد النادي الاهلي. يعني ايه الناس قاعده تقول لك ايه ده الحكم ده هو مع الاهلي، مع انه الناس بتنسى وده كلام مش صحيح، لانه ده لاي واقعه شهيره في مباراه الاهلي والانتاج الحربي، هدف وضربه جزاء لازارو اللي انساها الموسم اللي فات، ده حكم معروف يعني. بعدين انت المفروض تبطل التحكيم والله يعني، انت بعد يعني انا معلش بكمل احترام والله، بكمل احترام والله يعني، مع احترامنا للحكام كلها، لكن انت تفتكر ان ان دايما الحكم بيبقى نازل تحت ضغوط لما يعني يبقى في حمله يقول لك اصل حكم الفلاني ده دايما بيجامل الاهلي وبتاع، يبقى ينزل الملعب عند الجزئيه يشيلها يعني، انت متاثر فبيتاثر يعني طب راعي ضمير يعني. هل الاهلي يعني بدليل يا اخي احترم انه لعيبه الاهلي محترمين يعني، مفيش حد فيهم يعني اعترض عليك، ما حدش كلمك يعني، دي يعني هل وصل حتى الاحترام لما يبقى عندك فرقه محترمه ومش راضين يكلموك ولا يعملوا معاك اي حركه من الحركات اللي بتتعمل؟ ها يعني انت لو بتحكم مباراه في شمال افريقيا كنت يعني كنتش طلعت من الملعب بالتصرف اللي انت عملته يعني، امر غريب جدا يعني. ليه جراءه في الظلم يعني؟ انت ظالم وعامل شغل رايح واخد القرار خلاص، خدت حتى لما خدت القرار بضربه الجزاء لعبت الاهلي التزم محدش كلمك ماشي. طب ضربه الجزاء الثانيه واضحه وضوح حتى لو كانت الضغوط عاليه جدا، ودلوقتي كمان حتى ما فيش جماهير يعني، الضغط الجماهيري في الملاعب مش موجود، فلك ان تتخيل ان موجود مثلا 50-60 ألف في الفتره دي، ما ده اللي انا خايل يعني، ده اللي بقى الوضع يا كابتن، لو الجمهور بتبقى اصعب، لان هتبقى الامور صعبه يعني. اللي انا عايز اقوله ايه، ما فيش فريق عاوز مجامله منك، ادي كل واحد حقه يعني. انت المفروض اللعبه يبقى ميزانها واحد يعني، انت حسبت ضربه جزاء غريبه الناس كلها حتى مستغربه ازاي انت حسبتها يعني، حاجه غريبه جدا، لا جت في وش، لا جت في ايده، ولا هو شده، ولا هو عمل يعني، هو بيطلع كره والتاني وطى وشه على الارض يعني، نزل بيها نزله غريبه جدا، وبتدي ضربه جزاء وايه فرحان يعني، حاسس انه ايه عمل حاجه ما حدش عملها. فاللي انا عايز اقوله ايه، لا يمكن يكون رقم واحد، رقم واحد حد تاني، تحكيم فعلا محتاج شغل. مين رقم واحد في وجهه نظرك؟ لا ما هو رقم واحد قعدوه يعني، في طب قول يعني مين رقم واحد في نظرك يعني، في وجهه نظرك مين؟ في محمود البنا. بص محمود البنا، محمود البنا عمل مباراه قدام الرجاء مع الرجاء والوداد وسط 80,000 متفرج في المغرب، أربعة أربعة، بس محتاج إيه؟ جهاد جريشة، رغم بص تتقبل الخطأ من الحكم
لما يكون انت عارف انه خطا يعني في اخطاء غير مقصوده لا يملك فيه لانه قراره في جزء في الثانيه، لكن انا يعني تم الاستدعاء. خلينا نتكلم هو الاخطاء دايما ناخدها انها غير مقصوده يعني عشان انا مش بقول انا عاوز اقول لك يبقى دخلنا في قصه ثانيه. لا 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 مش عاوز اقول لك انها مقصود، مش بقول انها مقصوده، انت شفت اللعبه وعدتها وبتكلمه وبتقول له اللعبه واضحه يعني ما فيهاش تشويش انه ضربه جزاء. اللعبه الثانيه، اللعبه الاولى الناس التزمت بكلمات، وحتى لما حسبت الثانيه مش ضربه جزاء وعملتها كورنر ما حدش كلمك. فعاوز اقول لك ما تتمداش في ظلمك في الملعب على اللعيبه، يعني خلي ايه، خلي عندك ايه، خلاص انت ايه، انت مش يعني انت قاضي يعني في ضميرك وقول بحكمك في التصرف. فانا عاوز اقول ايه، الاهلي مش هيقف، دي مش اول مره ولا تاني مره وثالث مره، وهيظلم اكتر من كده. والتاريخ مش عاوزين نقول التاريخ، لكن هي دي الكوره. وهي والاخطاء هي بتبقى الاثاره اللي فيها ومتعتها وحلاوتها، من غير كده مش هتبقى كره القدم. لكن عاوزين ما ينفعش تكرر، يعني ما ينفعش انت بالذات تيجي في كل مره تغيب كده وتعمل حاجه واحده عشان تبان ويطلع لنا اتحاد الكوره بتاعي يقول لنا مش عارف انت رقم. لا انت مش رقم واحد، لو كنت رقم واحد بطلوا الكوره في مصر. تمام خلاص، يعني نخش بقى في ملف تاني خالص ونتكلم على قضيه للأسف كمان بتسيء لسمعة الكرة المصرية، المدربين. لك أن تتخيل احنا عندنا 46 مدرب في 27 جولة، ده غير طبعا المدربين اللي جم بشكل مؤقت، يعني في مدربين جم بشكل مؤقت، انت بتتكلم على 46 مدرب، يعني دايرة واسعة جدا من التغييرات، والتغييرات حتى بشكل عشوائي وتغييرات بدون حسابات وتغييرات للأسف انا شايفها بغض النظر بقى ده قعد يومين ده قعد اسبوع، اصل ده كلم عامه ده بيضر، وده دايما اللي بتكلم فيه بناخد الصوره الاكبر، يعني بتضر طبعا بسمعه الدوري المصري يعني ده من بدايه الدوري لغايه دلوقتي. طب بعد كورونا كم مدرب اتغير؟ لا ده احصائيه تانية، ما انت اصل عاد المشكله ان الاسماء مش كتيره، يعني في يعني في مدربين دربوا اكتر من اربع انديه. انت عرفت انه كابتن طارق العشري مسك الحدود ده؟ يعني كابتن طارق هياخد المباراه بكره، مباراه الحدود يعني. مع اني انا عندي برضو تعليق على النقطه ديت، يعني مع احترامي طبعا للكابتن طارق مدرب كبير، لكن تجربه محمد حليم كانت جديره بالاستمراريه، خاصه ان كمان الكابتن طارق العشري كان ماسك حرس الحدود، هو بارادته راح نادي المصري، نادي المصري نادي كبير. محمد حليم من المدربين اللي اثبت انه في فتره صغيره لا عمل شكل كويس، نتائج ساعات بتساعده وساعات لا، لكن بان ان هو مشروع مدرب كويس. هي دي الكوره. لا مش هي دي الكوره على فكره. لا لا ما هي دي الكوره، ان هو يشتغل. هو ده الصح. هو ده الصح يعني. لكن عوده تاني كابتن طارق. بس الوقت، ودي الوقت وموقف الفريق في صراع النجاه من الهبوط، هو ده عامل ضغط رئيسي على اداره النادي. طالع عشر مدربين عنده خبرات، رغم ان احنا اتفقنا واتكلمنا مع حضرتك في النقطه دي، قلنا المفروض يبقى في لائحه في اتحاد الكوره، كان الكلام على الكلام ده من الموسم الماضي، ونبقى موجود فيها ان مفيش مدرب يقود فريقين في موسم واحد، يا اما تخليه تسمح له بمره، يعني مره خلاص قاد فريق مره تانية خلاص شكرا. لكن المساله ان انا لعبت هنا ثلاث ماتشات المفروض اروح رايح الناحيه الثانيه مغير الثلاث ماتشات وما لعبتش ومشيت معايا ثلاث اربع مقاس، اصل في المساله يعني فيها ايه، فيها في جهد وشغل وفي توفيق وعدم توفيق، يعني ممكن تبقى الكوره ماشيه معاك وممكن تبقى ايه خلاص. ايوه مش معقوله الكوره مش ماشيه معايا ماتش وامشيك وبعدين الكوره تمشي معايا. انا بكلمك لو انت الحساب، لو انت ما انا بقولها، لو انت بالحساب هتعمل بقى بالماتش وبتاع الكلام ده خلاص. يعني انت شوف النهارده نادي طنطا، كام مدرب نادي طنطا؟ نادي طنطا طلع بالكابتن ايمن مزين من الممتاز بيه، طلع بيه قعد فتره، وبعدين جه الكابتن محمد صلاح، وبعدين بعد كابتن احمد سامي مباراتين ماتشين، وبعد كابتن احمد مزين، بعدين كابتن احمد المزين، وبعدين دلوقتي الكابتن رضا عبد العال. انت بتتكلم على خمس مدربين فلسه في 27 ده دليل عدم ايه؟ ده دليل ايه؟ انه في عدم ثقه. طب ما تصبر على اللي معاك، يعني هتقول الوقت ضيق والنتائج وعمالين نخسر مش عارفين نكسب ماتش، طب ما تصبر عشان حتى اللعيبه نفسهم، يعني ايه، يعني بيديك نوع من الاستقرار وممكن تيجي، يعني المساله لا هو لا انت هتضمنها ولا اللي انت جايبه جديد، يعني حتى مساله التغيير وعدم تغيير وش جديد وبتاع ولسه على ما يتعرف ويعرف وبتاع وما يعرفش الظروف ايه ومين المصاب ومين السليم والفرقه، يعني المساله دي مش في يومين،
هيقدر يغير يقلبها. انت لو جبت جوارديولا مش هيقدر. هي كمان الفكره انك يعني الفكره مع احترامي طبعا لكل مجالس الاداره وللمدربين، ان الفكره ان انت بتمشي مدرب وبعدين ترجع تجيبه تاني في نفس الموسم بعديها باسابيع. ما هي دايره مغلقه يا كابتن هاني. انا ممكن دايره مغلقه اجيب مدرب تاني عشان اجرب، لكن انا الكابتن ايمن الميزاني مطلعني من الممتاز بيه ومشي على فكره بشكل كويس قوي قبل الكورونا. بعد الكورونا كان في شويه مشاكل فمشي الكابتن ايمن الميزاني، فجي الكابتن محمد صلاح وبعدين الكابتن احمد سامي، فترجع تجيب تاني الكابتن ايمن. يعني ايه الجديد اللي ممكن يضيفه الكابتن ايمن مع احترامي طبعا ليه في ظروف صعبه زي ديت، ان هو ممكن يرجع تاني الفرقه لوضعها الطبيعي؟ كل ده بيأثر فنيا على اللعيبه، وكل ده بيأثر سلبيا على نتائج نتائج الفرقه نفسها. فانت كده ما بتساعدش الفرقه، انت بالعكس. لا بساعدش. لا ما هي ما هو ايه الاستقرار الاداري؟ انك انت خلاص كلفت اداره فنيه بتولي المسؤوليه، وبقى كده بتقول المفروض تحاسب اخر الموسم. قعدت الفرقه الا اذا النتائج مثلا او المدرب مثلا علاقته باللعيبه مثلا في مشاكل بيبقى الوضع مختلف. لكن انت ما دام مدرب عندك قناعات بيه فنيا وانه عنده الملكه اللي تخليه يحافظ على الفريق، طيب الفريق مثلا تعرض لنتائج وسوء حظ وبتاع والكلام ده، انت اللي بيبقى عندك هدف، لان وجود المدرب نفسه في حد ذاته واستمراره بيبقى ده استقرار ليك واستقرار للفريق. خلاص مساله التغيير دي بتبقى ما يعني لو حصل انك انت غيرت، لكن تغير واحد تغير خمسه يعني كل مباراتين، يعني انت بتدور على واحد هيكسبك ماتشين، لو مشيت معاه طق ضربه جزاء كوره فاول خلاص يبقى هو ده العبقري. مش كده، ما بتتحسبش كده الكوره. فين الشكل في الفرقه في الملعب؟ فين الاداء؟ رغم انه البعض بيقول لك ايه، لا يا عم احنا عاوزين النتائج مش عاوزين. ايوه يا استاذ محمود، هي بيبص برضو تحت رجليهم. انا في وجهه نظري لو انا من اداره مثلا مجلس اداره طنطا، خلاص اعتقد طنطا من الفرق اللي صعوبه بقائها في الدوري نتيجه لعدد النقاط وعدد المباريات المتقبله، مش هقول خلاص نزل، لكن صعب جدا بقائه في الدوري. فانا عنده مباراتين مع الزمالك ومع عنده ماتشات صعبه هو في المركز الاخير، لكن انا بتكلم على على مستوى. طب ما تقعد بقى، انا خلاص انا السنه دي يعني 90% نازل، فليه المدرب اللي هيكون موجود معايا ده اتفق معاه لا انت هتكون موجود معايا خلال السبع الاسابيع اللي جايه، لكن كمان موجود معايا انك ان شاء الله لو هننزل ممتاز بيه ان انت تطلعنا يعني نظره مستقبليه، يبقى اللعيبه حتى عندها استقرار ان احنا خلاص يعني معانا مدرب هيقعد معاه على الاقل معانا سنتين. وننزل اليوفنتوس نزل درجه ثانيه، يعني ايه المشكله؟ يعني اليوفنتوس نفسه نزل درجه ثانيه. اليوفنتوس يا ما انا بقول لك، فحتى فكر اللاعبين لازم يتغير. ان انا لو انا مستريح في النادي وعندي امكانيه ان انا اقعد والسنه الجايه اطلع النادي ليه لا؟ لكن نظريا بنتعامل يوم بيوم. اذا ما كانش في قرار محسوم في اتحاد الكوره بامانه لايقاف ما يحدث، وانه حتى زي ما انا قلت لك المدربين قليلين. طب معانا الكابتن ايمن زين على التليفون. كابتن ايمن مساء الخير. خير يا كابتن، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. بس حضرتك وضيفك الكرام ربنا يخليك. انت طبعا متابع بنتابع، وكنت حضرتك موجود معانا هنا في البيت الكبير وكنا بنتكلم على مشاكل واقاله المدربين ورجوعهم مره تانية وبعدين اقالتهم بعد ايام. يعني اشرح لنا يعني انت رجعت ازاي تاني لطنطا و مشيت ازاي؟ يعني فكر انك توافق تاني انك ترجع للفرقه فكرت فيها ازاي؟ وكمان استقالت ليه؟ يعني المره الثانيه يعني. والله كابتن طبعا بتمنى لهم التوفيق طبعا في اي حاجه. الموضوع كله يعني ضغط من ناس قريبه مني جدا طنطا، ان انا اعرف الفرقه كويس. انا مش هيجي حد لسه هيتعرف على الفرقه، والوقت ما بين المباريات قليل. وبرده بعض اللعيبه يعني بعض اللعيبه كتير جدا الفرقه كلموني ان انا ابقى موجود معاهم الفتره دي. فرجعت قعدت مع مجلس الاداره، اتفقنا على حاجات احنا هنشتغل عليها، ومن ضمنها الحافز ان برضه يعني احنا داخلين على ماتشات ممكن مقاصه، وكان اسوان في مصر الماتشات دي ممكن ترجعنا تاني للوضع المعقول، او اقل ما فيها لو مش هنقعد في الدوري نفنش الدوري بشكل كويس. فده كان الاتفاق. وطبعا لما روحت لقيت الامور زي ما هي، لقيتها اسوء يعني. ما فيش اتفاق عليه، ما فيش حاجه من المرتدد. النقطة الثانية اللعيبة لقيتها مفيش فرق خالص، أنا مش هي الفرقة اللي كنت سايبها قبل ما أمشي وأسيب الفرقة. لقيت اللعيبة نفسيا متحطمين، الفرقة مجرد ما يدخل فيك الجولة كانت الفرقة بتتفك في لحظة وفي ثانية. مهما لو تحاول مع اللعيبة لا مفيش، ما عادش في استجابة خالص.
اللعيبه فعلا اتحطمت نفسيا، فكان القرار بالنسبه لي ان اللي جاي هيبقى اصعب واوحش وهضيع اللي انا عملته، فقررت ان انا استقيل. ويمكن الكلام ده انا كنت قرره من قبل ماتش اسوان، يعني قبل ماتش اسوان انا بلغت مدير الكوره معايا في النادي ان انا مش هكمل لاخر ماتش ليا ماتش اسوان، سواء ايا كانت النتيجه مكسب خساره تعادل. انت لعبت كام ماتش بعد عودتك يا كابتن ايمن؟ يعني ماتشين بس كابتن. ويعني حتى يعني تعتبر ماتش مقصة، وبعد ماتش مقصة خلاص انت قررت ان الموضوع. انا فعلا انا بعد ماتش مقصة انا كنت لميت حاجتي كلها من طنطا ونزلت اسكندريه وديتها ورجعت على التمرين ودخلنا المعسكر، وبعد الماتش كده انا خلاص القرار انا وجهاز الفني معايا كله ان احنا مش هنكمل ايا كان الوضع. طب كابتن ايمن ليه حضرتك يعني ده المفروض طبعا يجي قرار من مجلس اداره، لكن انت يعني انت مش غريب على طنطا وانت اللي صعدتهم من الممتاز به، وبصراحه زي ما بتكلم انت في الاسابيع الاولى كنت بتعمل نتائج لا باس بها ووصلت في وقت من الاوقات لمنتصف الجدول الدوري. ليه لما شفت الامور بهذا السوء ممكن تتعاقد مع الاداره او تقعد مع طبعا الرئيس مجلس الاداره وتعرض عليه خطه طويله الاجل شويه؟ الامور بقت صعبه دلوقتي، وخلينا واقعيين من الصعوبه ان فريق طنطا يقعد في الدوري الممتاز. ليه ما نعملش ان احنا زي ما انت قلت كده نحاول بقدر الامكان ان احنا نظهر بصوره كويسه، وان احنا كمان من خلال المباريات الدوري تبقى تحضير للسنه اللي جايه ان احنا هنكون موجودين في الممتاز به، ونبني من دوت ان احنا ايه المشكله ان احنا ننزل سنه لكن نطلع السنه اللي بعديها بشكل اقوى وبشكل افضل يعني. والله جدا انا ما كانش عندي مشكله في الكلام ده خالص، لكن هو يمكن طبعا احترامي الكامل لمجلس اداره نادي طنطا، لكن دايما القرارات بتبقى متاخره شويه. الفرقه النهارده حضرتك عارف ان الدوري ممكن يلحق بالدوريين ورا بعض، حاش تاخد تكذيب حاش تاخد راحه. طب ما ده بالاولى يعني، ده كمان بالاولى انك تكون موجود معاهم يعني. وليه لا ان انت ما تتكلمش معاهم؟ ليه لغه النقاش دايما انا مستني رئيس النادي انه يكلمني؟ ليه العلاقه ما تكونش مصلحه عامه وانت تيجي منك انت كابتن ايمن؟ والله انا شايف لو طبعا اداره مجلس الاداره وافق حط لهم بلان وقول لهم انا عندي بلان اهوت، ممكن جدا اشتغل السنه دي نادي بشكل كويس، بس ممكن جدا ننزل، وده امتداد او استعداد للموسم اللي جاي ان احنا هنلعب الموسم في الممتاز به، لكن اوعدكم ويكون التارجت بتاعك مع مجلس اداره صعود طنطا تاني السنه اللي جايه. ما حسيتش يا كابتن الكلام ده خالص، ممكن يبقى الكلام ده موجود السنه الجايه. برضه في مشكله حضرتك مش واخد بالك منها، ان اللعيبه دي لعيبه النهارده بقالها كتير مش هتحب انها تقعد في الدرجه الاولى، هتعوز تمشي، هتتواجد مشاكل كتير جدا جدا في الفرقه بدايه الموسم عبال ما تحلها تكون خدت من وقتك وخدت من تفكيرك وخدت من تركيزك، فبالتالي مش هتقدر تدخل بالمنافسه بشكل كويس. المفروض النهارده يعني عشان ادخل بنفس الممتاز بيه يبقى عندي كيان اساسي للفرقه صحيح اكمل بيه واكمل على الفرقه ان هو اللي هتشتغل معايا وابدا بشكل كويس، يبقى الفرقه هي بقوتها ما راحش منها كتير. لكن في مشاكل كتير جدا، اولا في بند العقد للعيبه لو نزلوا 50% من عقد بيتخلصوا من العقد 50%، يعني لو اللعيب عقده مثلا 400,000 مثلا يعني بيبقى السنه الجايه 200. كل دي مشاكل هتواجه الفرقه في السنه الجايه في حاله الهبوط. طبعا كل دي المشاكل دي بعد ما تتحل هتاخد مش اقل من شهر ونص. طيب اخر سؤال كابتن ايمن، قدمت تقرير او قعدت مع الكابتن رضا عبد العال طبعا هو المدير الفني لفريق طنطا الحالي، قدمت له وقلت له ان عندنا مشاكل كذا او الحاله الفنيه كذا، يعني تكنيكال ريبورت كده ممكن تعمله وتقدمه للكابتن رضا؟ والله انا يعني مجهزه، بس هو فعلا ما طلبش مني. هو الكابتن ما طلبش منك؟ لا ما طلبش، بس انا مجهزه فعلا. هو الكابتن انا على عرشه الكابتن رضا، هو جاي الفتره دي جاي الموسم الجديد، يعني جاي الجديد الفرقه التسبيح. كابتن ايمن نشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق ليك ان شاء الله. شكرا كابتن ايمن. انت بتطالب تعليق بتكلم انت الراجل على حاجات ايه؟ انت بتحلم بالكلام اللي انت اداره تجيبه تقول استعد استعد الموسم. الكلام اللي انت بتقوله ده كلام الكلام ده مش هنا، مش شيء اداره تعمله تقول لمدرب خلاص احنا خلاص هبطنا، ابدا اعمل لي استعداد الموسم اللي جاي هنلعب في الممتاز به، وخاصه هو طلع بيهم من انا بقول لك اهو الكلام ده لو هم اصلا بيفكروا والراجل ده عمل معاهم نتائج ومن بصراحه من المدربين المهذبين يعني ده حقيقي بامانه شديده وفنيا مش وحش فنيا عامل شغل كويس. لو ناس بتفكر شويه كده الراجل ده طلعك من تحت وانت خلاص فرصك بقت صعبه لانه الامكانيات والقدرات واللعيبه والدنيا متغيره وبعد كورونا حاجه وقبل كورونا كان حاجه ثانيه.
احافظ عليه واقول له خلاص كمل معايا وقول لي بص لي عاوزين ندعم ايه من دلوقتي عشان نبدا السنه الجايه ما ناخدش غير سنه ونرجع تاني. عايز. لو في تفكير، لكن هم اصحاب القرار وهم اللي شايفين، وممكن يكون هم شايفين الحل عند كابتن رضا عبد العال، لانه وليد عبد العال ليه تجربه مع اعتقد تجربه مع طنطا، لكن ما استمرتش فلا، فهم ليه وجهه نظر، هم اصحاب القرار يعني. لكن المساله بصفه عامه والحدوته دي محتاجه وقفه يعني ايه بامانه شديده، وعلى كل مدرب يعني، انت اي مدرب يعني خد تجربه مره واثنين وثلاثه، يعني هو المساله اكل عيش ولا المساله انك انت تعمل حاجه تعمل لنفسك اسم؟ لو انت بتعمل لنفسك اسم محتاج تذاكر وتتعلم وتروح وتطور وتدور، دي حاجات كتيره وهزيد ودخلك هيزيد لانه اسمك هيبقى لك واضح. لو انت مثلا اكل عيش وخلاص يلا يا جماعه وشدوا حيلكم ونجري وبتاع وخلاص وزي ما تيجي، لا خلاص فانت هتقعد زي ما هو. فكل مدرب اخذ تجارب المفروض يجي يقف مع نفسه ويبقى عامل من نفسه اجنده، يقول ان انا وصلت لغايه فين، محتاج ان انا اعمل ايه، محتاج ان انا اطور ايه، ده المفروض ماشي. في مدربين كبار جدا بعد انجازات كبيره جدا بيقول لك انا بريك سنه، هقطع سنه من التدريب، وهو في اعلى نجاحاته بياخد بريك سنه علشان يجدد تاني، بيجدد مش هقول ثقافته لكن بيجدد، مش بيقعد مش لا مش بيبص مش يعني بيتابع، بيقعد في السنه دي بالزبط. مش بيشوف مدربين صحيح. مش يعني انت عاوز اقول لك يعني ايه، مش بيقعد يشوف الكوره ايه اللي اتطور فيه، ايه اللي ممكن يتغير، ايه اللي هيعمل إيه يعني عاوز اقول لك مساله مش مساله على الاستريس يعني عاوزين عشان يرجع يعني بشكل كويس. لازم يكون عندنا في الدوري المصري يعني عاوزين يجي وقت يبقى يعني الناس الاجانب اللي احنا بنجيبهم دول تتفق وتختلف معايا ناس يا جماعه، لما اجيب حد لازم اتعلم منه يعني، لازم اطلع ناس تتعلم منه وتشوفه بيشتغل ازاي مزبوط. يعني مش جايبه انه ياخد بطوله ويمشي، لازم اشوف الراجل بيفكر ازاي، لازم يقعد يدرس معاه ويعيش معاه ويتعلم، وده يعني عاوز المساله هل هي خلاص كده مش يعني ماشي كده وخلاص يعني، لما اجيب حد حتى ما يعني ما يضيفليش حاجه. انت فكره مهمه جدا، ليه لا ان مثلا لو في نادي عنده مدرب اجنبي جاي، ليه لا ان انت ما تطلعش مثلا المدرب الشباب اللي عندك، المدرب اللي ماسك فرقه الشباب مش مدرب عندك. انت المفروض يبقى عندك ناس ايه على الاقل 3 4 كويس. ما هو ولد صغير انا بتكلم معاك، صح، مدرب الشباب معاك، انا مختلف يعني معاك، انا بقول لك مدرب الشباب صح ايوه يطلع يبقى ليه المشكله ان يكون مساعد في وقت من الاوقات وهو ماسك تاني فريق الشباب، يعني يستفيد من الاداره الفنيه الاجنبيه اللي جايه، ده عينه في قطاع الشباب في القطاع الناشئين يعني، هو المفروض مدرب الشباب ده هو عينه وعارف بالضبط. الراجل دماغه بتفكر ازاي وعارف عاوز ايه، بيدور على مين صح. الكلام ده اللي انت بتقوله ده المفروض يعني الانديه الكبيره المفروض عندها مدير فني للنادي غير المدير الفني للفريق، في مدير فني للنادي ده او اقول يا عمي المدير الرياضي، المدير الرياضي ده هو بيجي مع المدير الفني بيقول له عاوز ايه، يقول له انا عاوز بعد سنه وبعد اتنين عاوز عندنا البكرات بتاعنا هيبطل، عندنا نص الملعب عندنا مشكله فلان ماشي عاوزين لازم ندور بعد سنتين ثلاثه عندنا حد بديل في الجزئيه دي مش لاقيين، عندنا باك ليفت كذا عاوزين حارس مرمى بعد كذا، يعني عاوز اقول لك دي الخطط المستقبليه مش خطط النهارده، فابدا ادور واشتغل كل شغلانه فين. مليون في الميه صح، مليون في الميه. لكن انا كمان بكلم على نقطه يا استاذ محمود، نقطه مختلفه، انت ليه لما يكون عندك مثلا فايلر في النادي الاهلي تمام رؤيته كويسه مدرب، ممكن جدا اقول مثلا الكابتن ياسر رضوان ده مدرب 2001 2002 تحت 18 سنه، ممكن جدا يحضر اسبوع 10 ايام مع الفريق الاول يشوف يستفيد من فايلر في ايه، وبالتالي ومتابع فرقته في نفس الوقت، فانت بتاخد خبرات المدرب الاجنبي اللي جاي وتطبق، تحاول تطبق الجزء ده مع الولاد اللي نازلين وخاصه الفريق الثاني، خلينا نتكلم الفريق الثاني، فلما الولد يبقى انت عندك فكر قريب جدا من فكر المدرب الفريق الاول، المفروض يبقى على نهج واحد على فكره وبيلعبوا بطريقه واحده، بطريقه واحده على فكره، فلما تطلع الولد يطلع للفريق الاول ما بيكونش عنده مشاكل وبيبقى فنيا مؤهل بشكل افضل، نفسيا مؤهل اكتر، بتكسب كمان خبرات مدرب، انت المدرب يستفيد كمان من المستر بايلر بيتعايش معاه تقريبا. ده الكلام والله يا كابتن هاني اللي احنا قلناه قبل كده والناس زعلت مننا لما قلنا حد بحجم مانويل جوزيه طبعا بعد التاريخ الذهبي اللي اتعمله، قلنا وطالبنا الناس فهم يا جماعه حد زي ده لما يجي لازم على الاقل في فتره الست سبع اللي خدهم كل من طارق العشري كان طلع ما انا يعني طارق العشري يعني فكر ها وجي خد ايه خطوه
من نفسه وصارت في هناك علاقه بين الراجل وبتاع والكلام ده واستفاد طبعا. حتى لا ده مش استفاد ده لما جه سؤال مين ترشح مين ممكن يبقى مدرب في النادي الاهلي ممكن طلب طارق العشري ودي كانت مفاجاه على فكره ناس كتير. فانا عاوز اقول ايه؟ في واحد عاوز يطور نفسه صح وفي واحد عاوز يقف وفي واحد خلاص شايف اللي حسب حسبته في دايره معينه ومش عاوز يطلع منها. انا كنت اتمنى انه يبقى عندنا يعني في الاهلي اصطف يبقى عندك 3 4 خلاص دلوقتي وصلوا للمرحله انهم قعدوا مع الراجل ده وشربوا منه وتعلموا وشوفوا بيفكر ازاي وبيروح ازاي وبيقعد مع مين وكل من كان هو كمان لو تواصل كان خدهم وداهم البرتغال في اماكن ورشح لهم في اماكن. عايز اقول لك ايه مظبوط المساله ما بتبقاش كده فرديه المساله ما بتبقى خلاص صح. انت دلوقتي مطالب في الخطوه اللي انت تعملها بتاعه شركه كره القدم عندك اكاديميه كره القدم ده خلاص ده يعني اقول يا جماعه ده في كليه وفي جامعه وكليه تبقى داخل النادي واساتذه وبيتابعوا وبيحللوا وبيدرسوا وبيذاكروا وبيعلموا وبيطلعوا يعني عاوز اقول ايه المساله يعني لو جيت تذاكر تجربه ليفربول ازاي استعاد دوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا تتكتب في كتب ده صحيح على ناس بتذاكر لها سنين بتخطط صحيح. للحظه دي اللي بتيجي خلاص يعني مساله مش مساله بالبق وكلمتين وابو الكبات لا ما فيش الكلام ده لا ده علم وشغلانه مش بنقعد نضحك على بعض لا. فانا اعتقد انه جه الوقت انك انت لازم يبقى عندك من الكوادر عشان بكره بعد يبقى عندك مدرب وطني تقدر تعتمد عليه في النادي يطور اللاعبين تطور لما تطور يبقى يعرف عندك يعرف يختار الناشئ ازاي صح. يعرف يختار لعيب ازاي يعرف يجيب لك حد ازاي لكن المساله كلها يلا بينا وننزل كلنا بنجري مع بعض لا خلاص الموضوع المفروض ده نتمنى انا عاوز اقول لك بس قبل ما قول لي عايز تقول ايه يمكن في خبر انه نيابه الامان العام النهارده عملت قرار يمكن من شويه اللي هو استدعاء المجلس الحالي بتاع اتحاد الكوره يوم الاحد اللجنه الخماسيه لجنه خماسيه للاستماع حول يعني خلفيه اختفاء الكؤوس والملابس والميداليات والحاجات التذكاريه ودي خطوه مهمه جدا من اهتمام الدوله ومن اهتمام فخامه السيد الرئيس واهتمام السيد وزير الشباب والرياضه وكمان العلاقه اللي عملها الدكتور الشطفحي مع صحيح. النائب العام والتواصل واشراك رجال القضاء في لجان التفتيش وبتاع على فكره ده من الحاجات اللي مهمه جدا المتابعه لابد من يعني ايه يعني قص اذرع الفساد زي ما بيقول واقتلاع جذوره فاعتقد دي خطوات مهمه جدا اعتقد انه الاستماع للجنه الخماسيه او المسؤولين اللي هيبقوا مطالبين في الكلام ده هيبقى لازاله الغموض حوالين الحاجات دي راحت فين صحيح. وايه اللي حصل وايه التفاصيل الناس كلها واكيد لازم يبقى في اجابه يعني اهتمام السيد الرئيس بالموضوع ده اكيد هيدي فيه اهتمام ان شاء الله كل الامور تبقى بشفافيه واضحه في شفافيه لازم في شفافيه وهيبقى فيها قرار قريب جدا ان شاء الله ان شاء الله نورتنا يا استاذ محمود كالعاده يعني اللقاء بيبقى رائع معاك ان شاء الله سعيد ان انا معاك وربنا يخليك ان شاء الله يعني ربنا يوفقك دايما ان شاء الله شكرا جزيلا ليك دي كانت نهايه فقرتنا الثانيه في البيت الكبير ان شاء الله انتظرونا مع اسطوره ونجم كبير جدا جدا من نجوم النادي الاهلي الكابتن ماهر همام